متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة اليوم للمملكة، والتي يمكن أن نلاحظ تقريبا أن المملكة كانت خالية من تواجد لأي سحب وغيوم هامة خلال ساعات نهار هذا اليوم. بعض السحب والغيوم الممطرة التي تشكلت فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية إذانا ببدء الحالة الممطرة في ساعات متأخرة من اليوم في المرتفعات الجبلية الجنوبية. بعض الأمطار هطلت أيضا اليوم في جازان، وقد رصد فريق طقس جازان هذه الأمطار هناك عبر صور وفيديوهات، وهطلت هذه الأمطار منذ ساعات صباح هذا اليوم. انتقالا إلى توقعات النماذج العددية للهطولات المطرية بالنسبة للحالة المطرية المتوقعة على المملكة، إذن هذه خرائط تسمى محاكاة حاسوبية تكون بها تنبؤات لأماكن هطول الأمطار. هذا الوضع الجوي خلال الساعتين القادمتين أو ما ساعات مساء يوم الأربعاء، أمطار محتملة فوق المرتفعات الجبلية العالية من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة على شكل زخات محلية الطابع. لكن مع اقترابنا مع ساعات الليل منتصف الليل تبدأ ما يسمى هناك بتخريجات بحرية تظهر في المناطق داخل البحر، بحر الأحمر، ويمكن حتى مشاهدتها أحيانا من الساحل. هذه التخريجات البحرية تبدأ بالدخول تدريجيا نحو بعض السواحل بشكل طبعا عشوائي. أما في ساعات تقريبا ما بعد منتصف الليل تزداد حدة هذه التخريجات البحرية وتمتد أكثر شمالا لتقترب أيضا من سواحل الليث ومن ثم سواحل جدة. تخرجات البحرية أي عبارة عن سحب بحرية رعدية، سنتعرف بعد قليل عليها خلال فقرة خاصة، ولكن نستطيع القول بأنها غيوم تتشكل فوق البحر وتبدأ بالدخول إلى اليابسة، وبالتالي السواحل الجنوبية من المملكة، سواحل الليث وحتى وصول إلى سواحل جدة تبدأ بها الفرصة لأن نشاهد أو ربما تصل بعض الزخات الرعدية بها من الأمطار. صباح يوم غد الخميس من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تصل هذه التخرجات البحرية أكثر شمالا، وبالتالي تصبح مناطق مثل رابغ أو حتى جدة وسواحل الليث وحتى جنوبا طبعا سواحل القنفذة جميع هذه المناطق. لكن أوجه التحديد هذه المنطقة بالذات هي أكثر المناطق فرصا لأن تتعرض لتخريجات بحرية تصبح أقوى كلما دخلنا في الوقت أكثر، وتصبح هذه الزخات تدخل إلى الساحل أي إلى اليابسة وتشمل المدن الساحلية وتكون على شكل زخات غزيرة من الأمطار مصحوبة برياح قوية في بعض الفترات. أما في دخولنا في ساعات النهار تشتد هذه التخريجات تصبح جميع هذه المناطق تحت تأثير، نستطيع القول فرصة لزخات رعدية غزيرة من الأمطار على فترات نتيجة هذه التخريجات البحرية، ومن المتوقع أن تكون أحيانا ذات شدة غزارة عالية جدا، تشكل للسيول وارتفاع منسوب المياه يصبح أمرا ذات فرصة عالية تقريبا مع ساعات نهار يوم غد، وذلك من المنطقة الممتدة من جدة من سواحل جدة إلى سواحل تقريبا القنفذة. جميع هذه المناطق تكون بها الحالة مهيئة لأن تتعرض لهذه السحب الركامية الرعدية القوية ذات البروق والرعود والهطولات المطرية الغزيرة، ومن المأمول أن تتعرض جدة لهذه الأمطار التي نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة وأن تكون سقيا رحمة لا سقيا عذاب. هذه الفرصة تستمر معنا حتى ساعات الظهيرة، وتبدأ بعض مرتفعات مكة والطائف وأبها والباحة تتعرض لذات الزخات الرعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. ومع دخولنا في ساعات ما بعد الظهر تبدأ هذه الأمطار أيضا بالدخول إلى الداخل أكثر. هناك فرص لبعض الأمطار كما نلاحظ في القصيم في بريدة وأيضا في حفر الباطن، هناك حزام من السحب الممطرة سيبدأ بالتشكل بهذا الشكل، والمناطق الجنوبية الغربية إجمالا تتعرض لزخات رعدية غزيرة جدا من الأمطار، السيول واردة، الأودية تجري، وبالتالي الحذر جدا هام بعدم ارتياد الأودية والمناطق المنخفضة في ظل هذه الظروف الجوية. تبقى التخرجات البحرية حاضرة التي تتسبب بالعادة بهذه الزخات الكثيفة من الأمطار والرعدية والمسبوقة بالرياح القوية على سواحل الليث وربما تصل سواحل جدة بالإضافة إلى سواحل القنفذة، لكن تقريبا هذه هي المنطقة الأساسية في ساعات بعد الظهر التي تتعرض لتخرجات بحرية. وكلما نلاحظ كلما نقترب أو نتقدم في الوقت مع ساعات مساء يوم الخميس تدخل هذه الأمطار أكثر إلى مناطق في الداخل، ربما تصل إلى الدوادمي من محافظة طراد، لكن ما هو واضح معنا وصول بعض من هذه الزخات الرعدية إلى القصيم وأيضا حفر الباطن مناطق تقريبا شمال شرق المملكة بمشيئة الله تعالى، مع امتداد هذه الأمطار جنوبا طبعا فوق تلك المناطق في جنوب غرب المملكة. وهذا هو الحال كلما دخلنا في الوقت ليلا تدخل هذه الأمطار، تخف قليلا حدة التخرجات البحرية لكنها تبقى موجودة، وبالتالي المناطق الساحلية
رغم أن الحالة الجوية حسب النماذج تضعف في ساعات الليل، لكن بسبب وجود هذه التخريجات ورصدها وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لأن تشهد هذه المناطق بعضا من الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى. وذات الحزام نفسه يمتد باتجاه القصيم ومن حفر الباطن وأجزاء ربما من الدوادمي، كما نلاحظ مع ساعات فجر يوم الجمعة بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة تقترب الأمطار شيئا فشيئا داخل اليابسة وتدخل إلى الدوادمي إلى القصيم وبريدة وحفر الباطن بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية. لكن لاحظوا معي أن مع ساعات متقدمة من ليلة الخميس على الجمعة تظهر تخريجات جديدة، لكن هذه مرة إلى الجنوب من جدة على سواحل الليث تحديدا. يتوقع أن تؤثر على تلك المناطق بمشيئة الله تعالى، كما نلاحظ هذه التخريجات تكون قوية للغاية وتؤدي إلى هطول ذات صفة من الأمطار الغزيرة الرعدية المسبوقة بالرياح القوية، ولكن هذه مرة إلى السواحل أكثر جنوبا مع بقاء فرص لكنها ضعيفة صراحة في ساعات متأخرة من ليلة الخميس على الجمعة على جدة. ربما تصل الأمطار إلى الرياض، هذه بشارة خير، لكن لا توقع أن تكون أمطار رعدية. على الأغلب ستكون هذه الأمطار عبارة عن أمطار دايمية بشكل عام في العاصمة الرياض، ومن المتوقع استمرار هذه الأمطار. إذن ما هي التخريجات البحرية؟ تسمعوا في بعض النشرات الجوية وهواة الطقس يقولون هناك تخريجات بحرية متوقعة من البحر الأحمر. إذن هذه مدينة جدة كمقطع لصورة لمدينة جدة من الأقمار الاصطناعية. ماذا سيحدث في مدينة جدة وما حولها خلال 24 ساعة القادمة؟ ولماذا أحيانا تختلف حدة التنبؤات ما بين توقعات وأخرى؟ ولماذا ربما تشهد مناطق معينة أمطارا غزيرة وأخرى لا سنتعرف عليها في هذا المقطع؟ إذن هذه مدينة جدة، من الشمال قادم هناك هواء بارد على شكل جبهة هوائية باردة نتيجة وجود ما يسمى بحوض علوي بارد في منطقة بلاد الشام. من الجنوب تندفع تيارات هوائية تتميز بأنها رطبة وذات درجات حارة أعلى. هذه التيارات الهوائية الرطبة تأتي من فوق البحر، بحر الأحمر، والهواء البارد أيضا يأتي من فوق البحر والبحر الأحمر، ويتلاقيان في عدة مناطق في عرض البحر. عندما تتلاقى ويتلاقى هذا الهوائين والتيارين من الهواء القادم من الجنوب الدافئ الرطب والآخر القادم من الشمال، تحدث ما يسمى بالتخريجات البحرية. هذه التخريجات البحرية تكاثف للسحب تدريجيا، ينمو هذا السحاب رأسيا إلى الأعلى يصبح رعدي ويكتسب رطوبة عالية جدا ويؤدي لهطول أمطار غزيرة في عرض البحر، لكنه يبدأ بالتحرك إلى الساحل، إلى المناطق الساحلية، إلى الداخل، تصل إلى جدة. تصبح هذه التخريجات عبارة عن غيوم ركامية رعدية سوداء تدخل من البحر إلى الساحل وتصحب بهطول زخات رعدية من الأمطار تكون كثيفة في مناطق معينة دون غيرها. يعني ربما مناطق مثلا في أقصى جنوب جدة قد لا تتعرض، يكون الطقس بها تقريبا غالبا صافي، لكن المناطق الشمالية مثلا أمطار شديدة جدا. وهذا هو سبب التباين التوقعات أحيانا بين منطقة وأخرى، هو بسبب هذه التخريجات بأنها تكون سحب في منطقة صغيرة تنمو وتدخل إلى الساحل. وكما نلاحظ أننا كلما يعني دخلنا إلى الساحل تدخل هذه السحب أيضا أكثر إلى الداخل، ربما تصل إلى مكة المكرمة وتسحب أيضا بأمطار رعدية. هذه السحب الركامية الرعدية تسمى بالتخريجات البحرية، وهي ناتجة عن تشكل هذه السحب في عرض البحر. ميزة هذه السحب أنها تسحب بأمطار رعدية بمشيئة الله تعالى. هذه نظرة أخرى للسحب والغيوم وتساقط الأمطار الرعدية المتوقع بمشيئة الله تعالى في هذه المناطق، والذي يتوقع أن يشمل جدة ومن ثم أيضا يشمل مكة المكرمة في وقت لاحق خلال هذه الحالة الجوية مع ساعات مساء يوم غد. وذات الحالة الجوية تتكرر في سواحل جنوب غرب المملكة. عودة إلى الرياض، منطقة أخرى تماما. هذه الليلة أجواء مستقرة، درجة الحرارة تقريبا 13 درجة مئوية والأجواء صافية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها من سكاكا وعرعر 21 إلى 10 درجات والأجواء مستقرة. تبوك الأجواء أيضا مستقرة لكنها باردة ليلا من 21 إلى 8 درجات مئوية. أجواء غير مستقرة للغاية في مرتفعات الطائف ومكة وجدة، أمطار رعدية متوقعة هذه المناطق 28 إلى 21 في جدة، 28 إلى 22 في مكة المكرمة، و 22 إلى 15 في الطائف. والمدينة المنورة أجواء أكثر استقرارا من 28 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 16 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان أمطار رعدية من 31 إلى 28 في أبها، كذلك الأمر من 22 إلى 13، وفي الباحة من 21 إلى 17. وجميع هذه المناطق الفرصة بها مهيئة لأن تشهد أمطارا رعدية غزيرة في بعض المناطق. في الإحساء من 27 إلى 18 وأجواء مستقرة
في الدمام من 28 إلى 20 وأجواء أيضا مستقرة، في حين هناك فرصة لأمطار رعدية مسبوقة بنشاط الرياح في حفر الباطن من 27 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 17 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في الرياض 25 إلى 16، في القصيم أمطار رعدية محتملة من 26 إلى 14، وفي حائل من 22 إلى 11 درجة مئوية. ما هي توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض؟ الخير قادم بمشيئة الله تعالى. 25 إلى 16 متوقع درجة حرارة يوم الخميس، لكن الجمعة والسبت هناك فرص لأمطار سنتحدث عنها بنشرة منفصلة، تكون ربما رعدية مساء السبت، إنما هي طابعها طابع أمطار دائمي مع انخفاض كبير وواضح على درجات الحرارة. قبل الختام، توصيات هامة بشأن هذه الحالة المطرية، حالة سقيا التي سميت وفق لجنة التسميات. الأمر الأول، بضرورة الانتباه من ارتياد المناطق المنخفضة بسبب تشكل السيول في تلك المناطق. أيضا ضرورة الانتباه بشكل عام من شدة العواصف الرعدية وعدم المخاطرة بتصوير البروق بالهواتف الذكية في إبان تأثر بعض المناطق بالعواصف الرعدية. وأخيرا، عدم ارتياد البحر بسبب هذه السحب والتخريجات البحرية المتوقعة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني. دمتم بخير، إلى اللقاء.